حدثنا عبد الاعلى بن حماد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد عن قتاده عن انس بن مالك رضي الله عنه ان اهل المدينه فزعوا مره فركب النبي صلى الله عليه وسلم فرسا لابي طلحه كان يقطف او كان فيه قطاف فلما رجع قال وجدنا فرسكم هذا بحرا فكان بعد ذلك لا يجارى